معكم عزو وزمنجي. خلينا اليوم راح نتكلم عن الابتسامة. الابتسامة يعني الشخص ده يضحك. الابتسامة في ابتسامة داخلية وفي ابتسامة خارجية. الابتسامة الداخلية انك انت بتبتسم من داخلك، تبتسم من قلبك. وفي ابتسامة خارجية، الابتسامة الخارجية انك بتضحك بس كده، لكن الابتسامة دي بتبقى خارجية، تبقى ضحكة احيانا سريعة، يعني مش ابتسامة من الداخل. لو ابتسامة من الداخل راح تلاقي راحة نفسية. فعنوان الفيديو اليوم راح نتكلم عن الابتسامة، ازاي تبتسم. ابتسم فان الابتسامة بركة، ابتسم فان الابتسامة تريح نفسيتك، ابتسم فان الابتسامة هي راحة نفسية ليك، هي الابتسامة هي علاج للكآبة وعلاج للإحباط والحزن. وكذلك المدرب الفلبيني ريه، الكابتن ريه، دائما أشوفه يعني سعيد بيبتسم، لأن الابتسامة بركة، الابتسامة راحة نفسية. يعني الشخص لما يكون في عمر، قول عمر 30 40 50 60 70، الشخص إذا لم يبتسم في هذا العمر فلا قدر الله ممكن يسبب الموت المفاجئ. عشان كده الفيديو السابق كما قلت ان السعادة والضحك هم علاج لكل الأمراض، السعادة والضحك والهزار هم علاج لكل الأمراض. يعني الابتسامة حلوة، ابتسامة الشخص لازم يبتسم. يعني خلاص انت طول حياتك ما بتبتسم، يعني مثلا يومك كله ما فيش ابتسامة، يعني حزن وده، خلاص ابدأ يومك الثاني حاول تبتسم وتسعد نفسك وتسعد قلبك. وكذلك الابتسامة فعلا صراحة هي راحة نفسية للقلب وراحة نفسية وعلاج لكل الأمراض. فالابتسامة فعلا هي علاج لكل الأمراض، والابتسامة حلوة وتريح القلب. ابتسم فإن الابتسامة حلوة. شكرا.